السلام عليكم، رحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في لقائنا الثاني حول قضايا المراهقين. طبعا يعني استقبلت أسئلة كثيرة حول موضوع المراهقين، وخاصة في اللقاء الماضي واللقاء هذا. واللقاء الماضي طبعا أجبنا على 19 سؤال في التعامل مع المراهق، واليوم يعني عندي تقريبا مجموعة 7 أو 8 أسئلة، لكن في أسئلة كثيرة جدا حقيقة وصلت في قضية الحوار مع المراهقين. وكثير من الآباء والأمهات قاعد يشتكي من أن ما هو قادر يحاور بالطريقة الصح. ولذلك اليوم راح نقسم يعني لقائنا إلى قسمين. القسم الأول أجيب على بعض الأسئلة الموجودة والمطروحة في قضية المراهقين، والقسم الثاني اللي هو نناقش موضوع الحوار مع المراهق وكيف نقدر نكسب المراهق من خلال الحوار. طبعا في البداية أنا أشكر الجميع على المتابعة وحقيقة على التواصل وكذلك على التفاعل من خلال الأسئلة المطروحة، ونسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يبارك لنا ولكم جميعا. في بعض الأسئلة كانت هي طبعا تريد طريقة في التواصل معي، وبعض الأسئلة كانت تقول ممكن أنه نطلب منك تكلم المراهق هاتفيا. على كل حال هذه ممكن نجيب عليها في النهاية هذول السؤالين، لكن السؤال الأول: بنتي عمرها 15 سنة وهي عصبية جدا وتتمرد علينا، تقصد على الأم أو على الأب. السؤال الثاني: بنتي بلغت وعمرها 12 سنة وأحيانا تصلي وأحيانا يعني لا تصلي، فكيف نتعامل معها؟ السؤال الثالث: ولدي عمره 15 سنة، مجادل بالدرجة الأولى وذكي جدا ويبرر كل تصرف هو يقوم فيه. السؤال الرابع: زوجي يرفع صوته على ابني، والابن هو مراهق، ولكن ابني كذلك يرفع صوته على والده، فأقول له، يعني الأم تقول حق الولد: احترم أبوك، فيقول لي ورد علي: خليه هو يحترمني أول وبعدين أنا أحترمه. السؤال الخامس: ابني عمره 12 سنة ويقول أنه الدراسة غير مفيدة ويتأخر عن المدرسة ويريد أن يترك الدراسة. طبعا هذه 5 أسئلة يعني أساسية، زائد أنه في أكثر من 10 أسئلة وصلتني وأنا جمعتها كلها بسؤال واحد في قضية الحوار مع الابن أو البنت المراهقة، وقضية كيف نستوعبهم من خلال النقاش والحوار. لكن خلونا أول شيء نخلص ال5 أسئلة حتى نتفرغ لموضوع الحوار ونتكلم فيه. السؤال الأول: بنتي عمرها 15 سنة عصبية وتتمرد علينا. هو بس يعني في نقطة هنا في مهمة، وهي لما نقول إحنا بنتي عصبية وعمرها 15 سنة، يعني إحنا طبعا ما نتخيل أنه العصبية هي نزلت من السماء أبدا. كون هي البنت عمرها 15 سنة وعصبية، طيب هي العصبية ما أخذتها من منو؟ يا من أمها يا من أبوها. هو الطفل أول ما يولد صفحة بيضاء أبدا، لا يعرف عصبية ولا يفهم معنى العصبية. لكن وين اللي يصير أنه لما يكون طفل صغير ويبي يأخذ مثلا القلم، هذا يقول أبي القلم، نقول له لا، يقول أبي القلم، لا أبي 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 أبي، فيقعد يعصب ويرفع صوته واحيانا يبكي، فنقول له طيب اخذ القلم. كذي احنا ايش سوينا فيه؟ معناته كأننا قاعد نقول له اذا تبي اي شيء عصب حتى نعطيك. فعززنا قيمه العصبيه في شخصيته. فلما يكبر مثل الحاله هذه اللي امامنا الان، انه البنت عمرها 15 سنه وهي عصبيه. طيب اذا انا الحين بعالج العصبيه وهي عمرها 15، هني في سؤال مهم، ان العصبيه هي ما اكتسبتها وعمرها 15، العصبيه هي اخذتها لما كانت طفله. وبالتالي العلاج في هذه الحالة يكون شوي صعب. ليش صعب؟ لأنه في تاريخ لهذه الحالة، وهذا التاريخ طبعا يصعب علينا المهمة. إلا في حالة واحدة، لو كانت البنت نفسها متعاونة وتقول أنا مسلمتكم رقبتي ويلا أنا عصبية وساعدوني حتى ما أكون عصبية، في هالحالة يكون الحل سريع. الآن هذه البنت العصبية، إذن أول قرار لازم نتفق معها أنه هي تخفف عصبيتها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انه نبدي نفهم طيب هي ليش قاعدة تعصب؟ يمكن لانه عندها مشاكل صحية، يمكن في حالة جوع،
يمكن هي ما هي راضية علينا إحنا في تعاملنا مع أخوانها وخواتها، وهي تشعر إحنا قاعد نفرق في المعاملة أو إحنا ظالمينها. يعني التحري في البيئة التربوية هذه لما نفحصها ونشيك عليها نبدأ نتأكد من السبب. يعني اليوم أنا كان عندي ورشة بعنوان 10 أفكار لجعل ابنك مبدع. فالمهم فواحدة من الأمهات تقول أنه ابني يقول لي، وابنها مراهق يعني، أنا بأصير عامل نظافة، عفوا عمره 8 سنوات، أنا بصير مثل عامل النظافة. فالأم تقول لي أنا حزينة. ليش حزينة؟ لأنه طموح ولدي صار مثل عامل النظافة. فأنا رحت سألتها سؤال، قلت لها ترى هو يمكن ما يقصد عامل النظافة، لكن هو قاعد يشوف عامل النظافة ماسك مثلا مخمة أو العصا هذه، وهو يحب يكون عنده عصي، فيقول أنا بيصير مثل عامل النظافة. أو قد يكون عامل النظافة طبيعة اللبس اللي يلبس اللون الأصفر، يمكن ابنك يحب لون أصفر، وبالتالي قال أنا أحب عامل النظافة. فأنت لا تفهمين أنه عامل نظافة بقدر ما لازم نفهم أول هو ليش حب عامل النظافة ويبي يصير مثله. فالتحري ومعرفة البيئة التربوية هذه مهمة جدا. فأحيانا المعلن شيء والخفي شيء ثاني، هاي رقم 2. رقم 3، إذا احنا اتفقنا مع البنت العصبية بأنه راح نمشي معها بخطة عمل، هني طبعا في أفكار كثيرة. يعني الفكرة الأولى مثلا أنه نتفق معها كيف هي تتعامل مع مشاعرها في لحظة الغضب، تتعوذ من الشيطان الرجيم، تتوضأ، تصلي ركعتين، تسوي حركة مثلا، تغير مكانها، إذا كانت بالصالة تروح غرفة النوم، إذا عندهم درج تطلع وتنزل الدرج، تفرغ الطاقة اللي موجودة فيها. هذه كلها أفكار ممكن تساعدها في التخلص من العصبية. وأنا أنصح هذه الأم اللي سألت هالسؤال لو ترجع للقناة في اليوتيوب دكتور جاسم تي في، أنا مسجل لقاءين معاكم في كيف نربي أبنائنا على ضبط العصبية وكيف نعالج العصبية. فلو رجعتي لها أنا أعتقد راح تستفيدين منها كثير. السؤال الثاني، بنتي بلغت وعمرها 12 سنة وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي. طبعا هني قاعد تبين الأم أنه البنت هي يعني بلغت خلاص، فرب العالمين راح يحاسبها، وبالتالي الصلاة صارت واجبة عليها. فهني تتكلم عن شنو دوري أنا كأم أمام بنت متقلبة في الصلاة. هني حتى نجاوب على هالسؤال في مسألتين لازم احنا نراعيهم. هل البيئة اللي هي العائلة اللي قاعد نتكلم عنها عائلة مصلية ولا نص نص؟ يعني أحيانا الأم تصلي الأب ما يصلي، فلما تجيني بنت وتصير تصلي وما تصلي، أنا بالنسبة لي هذا الوضع طبيعي لأنه هي قاعد تشوف نموذج يصلي ونموذج ما يصلي. فلما أنا أعالج هالمشكلة ما أستعجل في النتائج، لأنه في عامل مؤثر داخل الأسرة قاعد يأثر علي في العلاج وقاعد يأخر علي الخطة العلاجية اللي هو الأب اللي ما يصلي. أو أحيانا يكونون صديقاتها أو خالاتها وهي علاقتها بالخالات قوية ما يصلون أو يقطعون بالصلاة، وبالتالي صارت هي تقطع بالصلاة. إذن مرة ثانية، رقم 1 لازم نعرف أول شيء البيئة اللي هي فيها، لأن بناء عليها إحنا راح نرسم الخطة. 2، خليني أفترض البيئة مصلية، الأم مصلية والأب مصلي، خليني أفترض هذا الافتراض. في الحالة أنا شو أسوي كأم في علاج هذه المشكلة إذا كانت بنتي اللي عمرها 12 سنة وهي بلغت لا تصلي؟ في الحالة أنا هني طبعا يعني أتعامل معها ما بين الترغيب والترهيب، مرة أشد شوي مرة أرخي، مرة أغمض عيني أسوي نفسي مو شايف، ومرة أواجهها وأتكلم معها وأتكلم بقوة. فإذا بين وبين بين وبين، أنا شو أقول؟ أنا أقول إحنا الحين يعني كل عام وأنتم بخير، بعد شهر جاي رمضان وتصير فرصة لنا كبرنامج تربوي لعيالنا. رمضان يعتبر يعني جرعة إيمانية قوية جدا، فإذا كانت هذه البنت تصلي بين وبين، فخلينا نتخذ معها قرار ونقولها يلا يا ماما إيش رايك نحط هدف في رمضان أن نلتزم بال5 فروض ونشتغل معها ونحمسها ونشجعها، وما في مانع أن نحط نظام مكافأة حتى لو عمرها 12 سنة مو غلط، ونبدأ إحنا نوجهها هذا التوجيه إلى أن تستقر وتستقيم. لكن في مسألة هني، طيب خليني أفترض
أنا استمريت في الحل واستمريت في العلاج، لكن ما زالت البنت نفسها متقطعة في الصلاة. طيب ما هو دوري؟ دوري الاستمرار في التوجيه. شوفوا انتبهوا لي، ترى احنا يعني ما عندنا حلول سحرية. 80% من التربية ومن نجاح التربية بالصبر. 80% الصبر. التربية تحتاج صبر. إذا ما في صبر معناته ما في نجاح. حتى لو في المسائل الدينية، نعم حتى لو في المسائل الدينية. فإذا مرة ثانية لابد الأم تستوعب هذه البنت، تعاملها بحب وتستمر في معاملتها الطيبة، زائد الاجتهاد اللي احنا تكلمنا عنه إلى أن يهدي الله عز وجل البنت وتكون مصلية إن شاء الله. ولدي عمره 15 سنة، مجادل بالدرجة الأولى وذكي جدا ويبرر كل تصرفاته وأخطائه. طبعا انتبهوا لي أنتم، يعني الطفل لما يكبر وينمو يعني يزداد نموه بحسب عمره. فإيه النمو المعرفي، شوية السلوكي، شوية النمو اللغوي، شوية النمو النفسي وهكذا. الطفل من يدخل عمره 12 سنة وفوق وصاعد، النمو اللغوي يكون عنده قوي جدا ويكون حاضر، وبالتالي يكون المخزون، مخزون الكلمات اللي سمعها في 12 سنة الماضية كلها قاعد يجربها الحين، لأنه صار كبير بالسن وصار هو يشوف نفسه قاعد يتكلم كلام الكبار. وبالتالي شو يصير؟ أحيانا مثلا نناقش احنا الطفل على أي مسألة معينة، أي مسألة نناقشه، انتهى النقاش، هو ما يبي يختم النقاش، يبي يستمر. طيب هو ليش يبي يستمر بالنقاش؟ لأنه عنده كلمات جديدة أول مرة قاعد يستخدمها بالحوار، وهذه الكلمات وهو قاعد يستخدمها هو فرحان بنفسه أنه أنا صرت كبير وقاعد أتكلم كلام كبير وأكو كلمات أول مرة أستخدمها. فأحيانا حتى هو يجادل المراهق، هو مو قصده يجادل بقدر ما هو قصده أنه فرحان بنفسه بالكلمات اللي قاعد يقولها. ترى هذا بعد نفسي مهم جدا، وإحنا نتعامل مع المراهق لازم نستوعبها ولازم نفهمها. ولذلك أنا أقول لكم شيء، إذا إحنا حسينا أن المراهق يبي يطول في النقاش، أنا أقول لكم طولوا معاه، لأنه هذا جزء من إشباع الذاتي وإشباع النفسي. هو الحين فرحان، وبعدين أبوه لما يناقشه ولا أمه معناته معطينا اهتمام، وقعد نص ساعة وساعة إلا ربع وساعة وهو يناقش ويناقش ويناقش، وأحيانا يكرر ويكرر، وأحيانا يحن ويحن، إحنا نقول يحن يعني يكرر الفكرة 20 مرة 30 مرة لما أنت تقول موافق. هذه واحدة من أساليب المراهقين في الإقناع، ولذلك هم عندهم حماس، عندهم جلد، عندهم نفس طويل. هذه الأم شو تقول؟ تقول أنه هو مجادل بالدرجة الأولى، صح مجادل بالدرجة الأولى صح، لكن هو وين الجميل؟ الجميل أن يكون على حق. طبعا إذا كان على باطل أزمة، لكن إذا كان على حق الله يوفقه إن شاء الله يكون مجادل مو من الدرجة الأولى، من 5 نجوم بعد. بالعكس هذا شيء طيب وذكي جدا، هذا ممتاز، لكنه يبرر كل خطأ. أنت هني عاد تشوفه كونه هو يبرر في كل خطأ، في هالحالة لازم أنا تكون الحجة عندي قوية. يعني مثل ما هو يبرر أنا من حقي أبرر، مثل ما هو يبرر أنا لازم أعرف كيف أتحاور معاه وأقنعه أن اللي أنا قاعد أقوله صحيح وأنه اللي أنا قاعد أقوله سليم. هني يصير عاد التحدي. طبعا أنا أعرف يمكن بعض الآباء والأمهات ما لهم خلق أو ما عندهم مزاج أو ما عندهم وقت أو مستعجلين. أي طيب هذا مو ذنب المراهق، هذه المشكلة في الأب، المشكلة في الأم. بينما الشاب أو الفتاة هم على صواب وهم مستعدين وقاعدين ومستعدين يجادلون ويناقشون، والمشكلة صارت في الآباء والأمهات. إذا لابد من تخصيص وقت من الآباء والأمهات حتى يتكلمون مع عيالهم. وكون الطفل أو الشاب مجادل من الدرجة الأولى أنا ما أشوف هذا عيب، بالعكس أنا أشوف هذا نجاح. تعرفون أنتم الحين لو تشوفون أي شخصية من الشخصيات، أي شخصية مثلا الله يرحمه أحمد ديدات، أحمد ديدات الكل استفاد من علمه والكل كان منبهر من كيفية إقناعه في حواره مع القساوسة ومع النصارى. ليش؟ لأن من يوم كان هو طفل
كان مجادل من الدرجة الأولى، لكن تم تعبئته بعلم مفيد، فلما كبر صار مجادل في الحق، وهذا ما هو غلط أبدا. فإذا لا نعتبر المجادلة بالدرجة الأولى من المراهقين، هذا عيب، أنا ما أشوفه عيب، أنا أشوف ربما العيب في الأم والأب وليس في الشاب. الشيء الثاني، كونه ذكي مفروض تحمدين الله عز وجل، الله أعطاه الذكاء وهذا شيء طيب، ويستثمر ذكاءه بالخير، يبرر أخطاءه، هني عاد قوتكم، وهذا اللي قلت لكم إياه، أن تثبتوا له أنتم على صواب. السؤال الرابع، زوجي يرفع صوته على ابنه والابن يرفع الصوت على أبيه، فأقول لولدي احترم أبوك، فيقول خليه هو يحترمني بعد. هو كان تبون الصج، يعني كلامه صحيح. أنا من شهر كان عندي محاضرة، فالمهم واحدة من الأمهات كانت جايبة ولدها معها وجايبة بنتها، فالمحاضرة مدتها ساعة مدري ساعة ونص، خلصت ومشينا. بعدين كلمتني الأم قالت لي أنا يا ريت ما جيت المحاضرة. قلت لها خير إن شاء الله، ليش؟ قالت أنا كنت جايبة معاي ولدي وبنتي، وأنت لما سألناك سؤال، ظاهر هي سألت سؤال، أنت وقفت بصف الولد والبنت، ما وقفت بصفي أنا، فياريتني أنا ما جبت أولادي، لأنه جوابك حقيقة يعني شجعهم وخلاهم أقوياء، وقاعد يقولوا لي ماما شفتي شو يقول الدكتور، كلامه صحيح وكلامه اللي قاعد نقول لك إياه. الحين طبعا يعني أنا أمام هذا النقد، قعدت أتكلم معها، قلت لها طيب هو شو المشكلة، أنا ماني فاهم شو المشكلة، إيش الموضوع؟ فقالت لي الموضوع كذا 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 كذا. قلت لها أقول لك ما تزعلين، كانت تقول لي خير. قلت لها أنت الغلطانة، قالت ها وتقولها بعد مرة ثانية. قلت لها طبعا يعني أنا تعرضين علي المسألة، أقول لك هذه صح هذه غلط، يعني أنا مو كونك أنت أم أو أنت أب معناته أنا بقول لك أنت على صواب، لا، الصح والغلط ما يعرف كبير وصغير، الصح والغلط ما يعرف عمر، الصح والغلط ما يعرف بيئة ولا بلد ولا جنسية، صح صح غلط غلط. كانت تقول لي أنت شايف كذي؟ قلت لها طبعا. وأنا أقول لك بعد، زين سويتي إن جبتي ابنك وبنتك للمحاضرة حتى يستفيدون. كانت تقول لي ها طيب أنا آسفة وأنا كذا. قلت لها على كل حال الحين حصل اللي حصل، لكن أنت شايفة نفسك أن كل ما تقولينه هو الصواب، وبالتالي لما أنا خالفتك في الرأي وقفت في صف أولادك وأنا ما كنت أعرف، أنت شفتيني أنا غلطان، يعني خليتيني مع أولادك بعد غلطان، لا مو صحيح. فأنا هلي بقوله أنه الآن كون الأب يرفع صوته على ولده طبعا هذا غلط، يعني رفع الصوت غلط أكيد، إلا إذا كان الأب استخدم رفع الصوت في الحالات التأديبية، يعني ممكن مو غلط، بس واضح يعني من سياق السؤال هذه والحالة أنه الأب دائما يرفع صوته والولد دائما يرفع صوته، ولذلك الولد لما شاف الأبو دائما يرفع صوته عليه قال حق أمه خلي أبوي يخفف صوته وأنا أخفف، خلي يحترمني وأنا أحترمه. بيني وبينكم المنطق اللي يتكلم فيه الولد هذا الشاب المراهق صحيح، ولذلك الأب ممكن يرفع صوته قلت لكم في حالة التأديب فقط، بس مو على الطالع والنازل كل يوم مصبح ومسي رافع صوته وصراخ لا يعني. وبالتالي لابد أن احنا نحدد معاني الاحترام ونقدرها داخل البيت. سؤال خامس، ابني عمره 12 سنة ويقول الدراسة غير مفيدة ويريد ترك المدرسة. هو اليوم احنا صرنا نعيش في زمن انه الترويج المالي هو الأساس، فلما يشوفون مثلا بيل جيت ولا يشوفون هوبس ولا يشوفون يعني المليارديرية اللي في العالم، لما يشوفونهم كلهم اللي طلع من رابع ابتدائي واللي خلص ثانية متوسط واللي واللي واللي، يعني يصيرون عيالنا لما يشوفون هذه النماذج هم يعتقدون كل الناس بهذه الطريقة، أنهم يطلعون من المدرسة ويشتغلون في التجارة وراح يصيرون مليونيرية،
لا هذا مو منطق ولا هو الواقع. بعضهم يشوف، شوف هذا لاعب كرة القدم، مثل ذاك اليوم أحد الآباء يقول لي ولدي يقول لي أنا بصير لاعب كرة قدم لأنه قاعد يدخل ملايين، ولما يبيعونه حق الأندية الرياضية بالملايين، فأنا ايش لي بهالدراسة وبهالكتب؟ هو بيني وبينكم المنطق فيه صواب، لكن في منطق أكثر صواب منه، أن العلم نور، وأن العلم سلاح، وأن المعرفة قوة. هذه المفاهيم اللي أنا أتكلم معكم فيها لابد من توصيلها لأولادنا حتى يقتنعون بأن المعرفة قوة والعلم قوة. بابا أنت تبي تصير مليونير؟ طيب ما في مانع، ممكن خذ شهادتك صير مليونير، مو غلط. زين ليش؟ لأنه إذا الله ما وفقك ولا صرت مليونير، على الأقل لا تكون خسران شيئين، لا صرت مليونير ولا أخذت شهادة. أنت أخذ شهادة وصير مليونير، وإذا أخذت شهادة وصرت فقير على الأقل تشتغل بشهادتك. يعني خلي يصير حوار بيننا وبين أولادنا في أهمية العلم وأهمية الدراسة. وأنا لما أتكلم في العلم لا أعني المدرسة، المدرسة بالنسبة لي ما هي قضية، أنا أتكلم عن العلم. العلم ليس مدرسة، المدرسة هذا نظام يطلع موظفين، هذه أينشتاين قالها. أينشتاين قال التعليم المدرسي يخرج موظفين، والتعليم الذاتي إن الإنسان يتعلم ذاتيا يخرج علماء. فإذا إحنا تعليمنا المدرسي هذا كله يطلع سكرتارية وموظفين وكتبة يعني، وبالتالي يعني إحنا ما عندنا قناعة كاملة فيه، بقدر ما هو أن ليس هذا هو الطريق. العلم هو مفتاح، ممكن المدرسة تعلمنا قراءة، كتابنا، مفاتيح العلوم، ممكن، لكن أنا الجهد علي أني أنا لازم أجتهد ولازم أنطلق ولازم أقرأ ولازم أتعلم. هذا واحد. اثنين، ولدك اللي قاعد يقول أن المدرسة ما تفيد وأنه أنا يعني أبي أترك الدراسة وقاعد أشوف نماذج مليونيرية، طيب أنا ممكن هذا الولد مثل ما شاف نماذج أغنياء تركوا الدراسة، ممكن أعرفه على نماذج عندنا في المجتمع كملوا دراستهم وصاروا مليونيرية. أي سئلة سؤال أقول له طيب بابا يلا حل لي هاللغز، أنت جبت لي نماذج ما كملوا المدرسة وصاروا أغنياء، وأنا جبت لك نماذج كملوا المدرسة وصاروا أغنياء، يلا هات أشوف إيش معنى اخترت هذول وما اخترت هذا. كذي صار وانت تتحاور مع ولدك في حجة، في نقاش، في أخذ وعطاء. هي القضية مو طخه وكسر مخه، يعني لا أريكم إلا ما أرى. يعني إحنا لا نصير فرعونيين في التربية ونتبنى السياسة الفرعونية في التربية، لا، التربية حوار، نقاش، أخذ وعطاء. وبالتالي أنا ابني إذا قام يطرح هذا الطرح لابد أني أنا أناقشه وأحاوره. الآن يعني بعد ما جاوبت على الأسئلة الخمسة هذه راح أخذ ربع ساعة، لأنه وصلتني أكثر من 20-30 سؤال فقط في الحوار مع أبنائنا المراهقين وبناتنا. طيب، في مفهوم مهم وهي النقطة السادسة اللي بتكلم فيها، كيف أنا أحول العلاقة اللي بيني وبين ولدي أو بنتي كمراهقة إلى علاقة صداقة؟ في 3-4 نقاط مهمة جدا. أول نقطة من هالنقاط موضوع الحوار، كيف أنا أتكلم مع ابني. شوفوا انتبهوا، أكو نقطة مهمة. الأب والأم أول ما ياهم الطفل هو صغير يكلمونه يدلعونه، بعدين الطفل بدأ يكبر، عيون الأم والأب العين ما زالت تشوفه صغير، فيتعاملون مع أنه هو صغير، بس هو عينه قاعد تشوف نفسه أنه هو كبير. اختلاف النظرتين هذا يشكل أزمة عند المراهقين، أن الشاب أو الفتاة شايفين نفسهم كبار، الشاب صار ريال والبنت صارت مرة، بس عيون الأب والأم يشوفونهم أطفال. هذه حقيقة المشكلة، ولذلك يشوفون الآباء والأمهات دائما منزعجين ويتهمون أولادهم وبناتهم بالتمرد. هو ليس تمرد، هو ليس تمرد، وإنما عيون الآباء والأمهات قاعد يشوفهم أطفال وهما بيثبتون نفسهم، وهي تكلم كرجل ويتصرف كرجل، وهذا الأم معاجبها أن يتصرف هالطريقة. لا تبي إلا الآن يستأذنها ويكلمها
ويكون تحت جناحه وما يتصرف إلا لما يخبرها. تبي للحين مثل لما كان طفل. طبعا هو رافض هذا لأنه هو شايف نفسه كبير. ولذلك الحوار مهم هني، وقضية الحوار هني جدا 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 مهمة. ولذلك في نقاط احنا نسميها منشار الحوار، يعني لما انا اتكلم مع ولدي ولا بنتي مثلا، في شيء يسمونه منشار يقطع الحوار، يخلي الحوار بين الآباء والأمهات غير مستقر. مثل واحد، كثرة النقد. يعني إذا شفت ولدي أنا قاعد أنقد ملابسه، أنقد شعره، أنقد قعدته، أنقد حتى دراسته، طريقة دراسته. ذاك اليوم جايني ولد عمره 14 يقول لي أنا أحب لما أدرس يعني أستلقي على الأرض وأرفع ريلي الثنتين لفوق وماسك الكتاب أدرس. ويا أبو كان يقول لا أنا مو عاجبني هالطريقة، لازم يقعد على الكرسي وعلى الطاولة ويدرس. كان أسأل الأب أقول له سؤال سؤال، كيف نتائج الولد؟ قال لي ممتازة. قلت له خلاص إن شاء الله يدرس معلق نفسه فوق المروحة. كيفه؟ يدرس وهو نايم، يدرس وهو قاعد، يدرس وهو واقف، يدرس وهو على ظهره، كيفه؟ المهم أنا عندي يدرس ويجيب لي نتيجة. أنت بعد تتدخل في قعدته في الدراسة؟ عطى فرصة، عمره 14 سنة الولد مو طفل. فإذا مرة ثانية، كثرة النقد تخلي الشباب والبنات المراهقين يبتعدون عن الآباء والأمهات. واحد. اثنين، المقاطعة. يعني لما يجي الولد بيتكلم أقاطعه أو أسكته، لما تيجي البنت تتكلم أقطع كلامها، ما أعطيها فرصة تكمل الفكرة. المقاطعة هذه تضرب العلاقة بين الشباب والبنات وآبائهم وأمهاتهم. إذا عندنا النقد رقم واحد، عندنا المقاطعة رقم اثنين، عندنا العصبية. يعني أحيانا بعض الشباب أو البنات يتكلمون مع الأم، الأم متعصبة تفور، يتكلمون بأشياء يستفزونها يعني فتضرب تفور. العصبية هذه تخلي الأولاد والبنات ينسحبون خلاص، ما يكملون الحوار. إذا العصبية واحدة من منشار الحوار اللي تقطع الحوار. الأب لما يعصب وينرفز خلاص ما يكملون، ما يسولفون معه، وبعدين حتى في المرات الثانية ينسحبون ما يتكلمون، لأن خلاص صار في تصنيفهم إنه هذا معصب هذا غضوب. إذا المنشار الأول النقد، المنشار الثاني المقاطعة، المنشار الثالث العصبية. المنشار الرابع عدم الاحترام، وخاصة في عالم المراهقة. المراهق يحسبها، حتى نظرتي بعيني له يحسبها، كلمتي له يحسبها، إشارتي يحسبها، شلون أتعامل معاه كلها محسوبة، وهو قاعد يقيسها أنا قاعد أحترمه ولا ما أحترمه. إذا صار عنده إني أنا قاعد أحترمه يشوفني ويتعامل معاي صح ويقدر ويحطني على رأسه، بس بمجرد ما يشعر أن اللي أمامه ما يحترمه ومنزله من عينه يفصل، يصير الجهاز عنده مغلق خلاص أبدا، يتمرد ولا يلتفت. إذا نقد، مقاطعة، عدم احترام، وعندنا الغضب. واحدة نقطة أخيرة حقيقة مهمة في اللي نسميه احنا منشار الحوار، يقطع الحوار، وهي شوف بقول لكم هاي نقطة جدا خطيرة، وهي إحضار خلافات سابقة. يعني لما أنا أكلم بنتي ولا ولدي تونا بعدين نتناقش، أقول لها بس شوفي، تذكرين أنت من شهرين أو تذكرين من سنة، بمجرد ما أقول تذكرين من شهرين أو من سنة أو هالغلطة سويتيها أول، شو يصير عندها هي؟ الجهاز مغلق. بمجرد ما أحضر خلافات سابقة هذا معناتها أنا عدمت الحوار. إذا هذه خمس نقاط مهمة جدا، إذا نبي نكسب الشاب المراهق أو الفتاة المراهقة لازم نراعيهم، حتى لو قاعد يقولون كلام غلط ما نقاطعهم، ما ننتقدهم، اتركوهم خلوهم يتكلمون، خلي يقول الفكرة اللي براسه كاملة وبعدين احنا نناقشهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو درسنا سيرته وشفنا منهجه
حتى حواره مع الكفار مع المنافقين، ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال حق منافق اسكت ولا كلمة، ولا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال حق كافر من الكفار بس خلاص وقف خلني أنا أتكلم، ما عمره، مع أنهم يتكلمون في الباطل ما يتكلمون بالحق، ومع هذا يتركهم يتكلمون للأخير، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فإذا هذا هو المنهج الصحيح في الحوار من أجل كسب أولادنا وبناتنا. إذا مرة أخرى، أنا حتى أحول العلاقة بيني وبين ولدي أو بنتي إلى علاقة صداقة، وأنه ما خلي المراهقة هي معركة أو تمرد أو حرب، أني أنا أقدر الحوار وأعطيه نسبة ونسبة كبيرة وأخصص من وقتي أني أتحاور معاهم، زائد أني أستمع لهم. انتبهوا، الاستماع في غاية الأهمية، ولما أسمع لهم لازم عيني عليهم، ها؟ يعني ما يصير أنا مثلا قاعد أسمع وأشوف التلفزيون وهو قاعد يتكلم وأقول أنا فاهمك فاهمك أنا قاعد أسمعك، لا لا، أو هو قاعد يتكلم وأنا قاعد أشوف القلم كذي، لا لا لا. في الحالة الشاب والفتاة المراهقين راح يتخذون قرار أن ما يتكلمون مرة ثانية، خلاص. ليش؟ لأنه ما في احترام ولا في استماع بشكل جيد. أنا من حقي إذا هو ما يسمعني كذلك أني أنا أعلمه وأدبه وأقول له أنه أنت لابد أن تسمع، بابا أنت تسمعني وأنا أسمع، الله عز وجل خلق لنا أذنين وفم واحدة، فم واحد حتى نسمع أكثر ما نتكلم، وأقول له الكلام وسمعه. فإذا هذه كلها قضايا ونقاط مهمة جدا في تربية الشاب والفتاة. في الحالة نكون احنا اليوم يعني ختمنا لقائنا معاكم، يعني أجبنا على 5 أو 6 أسئلة في البداية، وبعدين تعرضنا بشكل نوع من الإسهاب في موضوع الحوار والمنشار وقطع الحوار. على كل حال، من فات هذا اللقاء ممكن يروح على حسابنا في فيسبوك موجود، أو يعني غدا ننزل نفس اللقاء هذا على قناتنا في اليوتيوب دكتور جاسم تي في، تدخلون عليه تلقون هذا اللقاء وتلقون اللقاءات الماضية. في طلبين حقيقة بقولهم قبل لا أختم. الطلب الأول، الكثير قاعد يسأل عن هاتف التواصل معي، وأنا هواتفي كلها موجودة في الإنستغرام وموجودة في الفيسبوك، يعني بالبروفايل موجودة التلفونات، تلفون الكويت موجود، تلفون السعودية موجود، التلفونات بشكل عام كلها موجودة. الكويت اللي هو 97 31 5100، وتلفون السعودية موجود عندكم 0506 568 564. التلفونات كلها موجودة، وأي تواصل بيني وبينكم الساعة المباركة أهلا وسهلا فيكم. الطلب الثاني، هل ممكن نحدد موعد للاتصال مع مراهق هاتفيا؟ الجواب نعم نعم. أنا الأسبوع الماضي يعني كنت مكلم بنت عمرها 8 سنوات، كلمني أبوها أول بعدين قال لي أبيك تكلم بنتي، وكلمت البنت مدة ربع ساعة، واليوم الصبح اليوم والله الأيام صارت تمشي والواحد مو قادر يركز، اليوم الصبح ولد عمره 11 سنة كلمتني أمه أول، وبعدين قالت لي أبيك تكلم ولدي، وكلمت الولد عمره 11 سنة وأخذته وعطيت معه وغيره. يعني فعلى كل حال يعني إحنا بالعكس نعين ونعاون، وأي شيء في جانب استقرار الأسرة فنحن يعني نخدم ونساعد فيه. وغدا إن شاء الله عندنا محاضرة، حياكم الله، بجيزان عندنا في السعودية في أبو عريش، أفكار ذكية في حل مشاكل الأسرية. وبعد غد في الدمام في ورشة تدريبية عنوانها كيف نربي أبنائنا إيمانيا. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، ويعطيكم ألف عافية، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.